أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: نلاحظ على بعض المصلين أنه يضع أمامه كتابا أو كرتون المناديل سترة له في المسجد، وسؤالي: هل هذا العمل مطلوب شرعا؟ الذي يصلي في الصف، صلي في الصف، هذا سترته سترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا حاجة إلى أن يضع أمامه سترة وهو يصلي خلف الإمام، حتى لو مر أحد من بين يديه فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة له. أما إذا كان يصلي وحده والناس يمشون فلا مانع أنه يجعل أمامه شيء ينبه الناس، علبة المناديل أو كتاب يجعله أمامه إذا كان يصلي وحده والناس يمرون يمشون، ما فيه طيب أنه يجعل أمامه شيء. نعم.